ولفينا بنطلع حباب نرمي البغضة بقلبنا من ورا الباب وابقي يا حماتي حبيني كلك أخلى لولا ابنك ما شفتيني لابس الخلاك دخلك يا كوح العيني ما بتنفرة العيش المرة بترميني آخرها تراب لأنه يا ميمتي دير الجرة على ثمها تطلع البنت لأمها لو بتشوفي محرمتي مليانة دموع يلي أغلى من بنتي وصوتك مسموع أنت مليحة بس أنت شوي دلوع يا كنتي إن ما تبتي بصير حساب هلو يما روقي ولا تخلي مرتي تنظام يما مليح صحتلي بيضة وتمام خلي البسمة ترجعلي ونهاري سلام خلود من العين تملي وتسقيني شراب كل واحد بيعرف حده بيضل كبير ما بتطاول عجده الولد الصغير شو بدكن يبقى عنده أبو البدور خايف تطير وما تهدو وتصير سراب ها؟ لا 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 بسيطة اسكت لا تعمل حالك فهمان كتير هات الكاس من قبالك من دون تفسير بنتي حرة مش مالك البدها بصير ما حد فيكم بتمالك اسألها جواب كشبي عطيت صابون لحلاكة ولا دوا الصراصير حكيم مداوي ومطهر جلي الجروح وبجتب وصفه لا تعجب مرضك بيروح وحلاك محندك بحلك بدون جروح هاتوا مصاري نتسبب بنصير صحاب مهما دورنا ولفينا بنطلع أحباب نرمي البغضة بإيدينا من ورا الباب زال الشر ان شاء الله القيتي بتاخذي لك حبتين هالدواء اللي وصف لك اياهن الدكتور وان شاء الله بزول وجع راسك شوفي عواطف من لخمت شوفي حال جلطانك كيف قدام الناس ايش فيها اه يا راسي بس هذا مش راسك عواطف هذا راس قلبك ما هو كمان قلبي بوجعني يا رامز لا وليش ما حكيتي هالحكي للدكتور ما هو احنا رحنا على اختصاصي دماغ بكرة ان شاء الله منروح على اختصاصي امراض قلب نعم من بارح كنا عند اختصاصي امراض القلب هداك من شان تنظيم دقات القلب يا راس قلبي راس قلبك عواطف هذا تم المعدة خوف الله خوف الله اذا معدتي بتوجعني كمان الله أكبر طيب يا ستي طيب ألقيته قومي قومي نامي لك شوية وإن شاء الله بصير خير يلا يلا رجلي يلا يا رجلي بلشت تعرج من إجريها طيب يا ستي على مهلك يا الله شوية شوية يا ركبي بدي أرجي يا شفتي يما حبيبتي ايش اللي صاير في هالدار؟ قربت ساعة تجهيز الفطور ومش شامم ريحة اشي من طبخ حتى ولا تقلاية بصل بس يا بشير خليني اعرف اوجد المحطة اي محطة؟ ان شاء الله بدك تسمعي برنامج انت تسأل ونحن نجيب انا كتير بستفيد من هذا البرنامج خاصة في امور الزواج والشرع عظيم اسمعي برنامجك المفضل وامي ابصر وين راح وانا خليني اتشحنك انت شو حبوبي؟ انا مش شايف اني رايح افطر اليوم شش بلش البرنامج وانا؟ السؤال الاول من المستمعة رباب دال قاف بعثت تقول
أنا امرأة عاملة وزوجي عاطر عن العمل، وهو ينتظرني طوال اليوم في البيت حتى أجهز له الطعام. هل هذا عدل؟ لا مش عدل. طبعا عدل، واجبها. طب ما هو قاعد في البيت معها. ولو يعني حرام يساعدها؟ طبعا حرام. لا حلال. لا حرام. لا حلال. لا حرام. أمي يا أمي يا أمي أبي تلقش أمي يا أمي يا أمي أرجوكم من تلقش أمي ما أعرفش أنا حلق لحالي يا أمي 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 خروف لابس نظارة؟ لا هذا أنا مبشير يا أبو فايق. إنما خاب ظني، إنما خاب ظني لما بحرت عليك لقيتك أنتي مريضة ومش قادرة. شايفين إنه ما بفهم علي غير أبو فايق؟ قال كانوا بدهم ياخذوني على التكتار يا أبو فايق. الناس بتدفع الفلج، يا زلمة كان راحت فيها. انت شخصت حالتها قبل ما تكشف عليها؟ من اول نظرة. طيب شو فيها؟ شو مرضها؟ مرض بالاول يا جماعة خلينا نرتاح، تفضلوا اقعدوا بعدين بنتخرج. تفضل انت اقعد هنا، انت خليك واقف هناك. انا هيني واقف هنا. شو القصة يا ابو فاي؟ حاس انه مهدود مهدود حيلي وسقعاني وراسي بيوجعني وودي ضلني نايمة ليل ونهار وما بدي اشوف لا حدا ولا بدا ابدا. الاعراض واضحة، انا سجلت كل الاعراض. امانة 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 شو دخل امانة العاصمة في التكترة؟ تشبستك بالله عدم هالجوز اذا ما كنت انت حاسه انك انت مش قادره ومهدود حيلك وبدك تضلك نايمه في الفراش وما تقوميش منه على طول. صح يا ابو فهيك صح، وانك انت ما بدك تشوفي لا حدا ولا بدا بذمتك ولا عدم هالجوز مش كل خرافي. صح خرافه كله صح بصح يا ابو فهيك. اخ يا كلي عواطف. نعم بطلنا نعرف انو دواء ولا انو مرض. ايش قصدك؟ قصدي يعني وين دواء المقروس يقرص عدوينك ان شاء الله؟ هذاك الكرتون الصفراء والكحلي. وين دواء وجع الراس؟ الازرق هذاك. لا هذاك. وين دواء الحساسية؟ اذا كان انت جوزي والمسؤول عن صحتي وسلامتي مش عارف الادوية يعني انا بدي اعرفها. خلص خلص يا رامز بطلت تنفع. نديلي بنتي خلود تدير بالها علي. يعني اذا استمر الحال على هالمنوال انا راح اقطع من طولي، وبالتالي وجود خلود ضروري عشان تدير بالها علينا احنا اثنين. ليش يا ابا انت مالك؟ انا مالي انا شاعر بدوخ عواطف. والله عندي سخونة عواطف، وبعدين عندي قشعريرة ليكون عادتيني. ليش وانا مرشحة حتى اعديك؟ والله زي اللي عندي انفلونزا عواطف. هات الراديو. وين؟ ان شاء الله على غرفة النوم. المكان الوحيد اللي فيه ست بتختلي مع نفسها وممكن تسمع راديو او تقرا جريدة. وانا مالك انت؟ بدك مربية ولا دادة ولا جليسة ولا ايش؟ بدي افهم. الو اهلا بابا. مالك حبيبي؟ مال صوتك؟ مريض؟ سلامتك. وماما كمان؟ ايوه. لا ولا يهمك بابا انا جاي فورا. حاضر حبيبي مع السلامة. وين يا مسهل؟
بدي اروح اجهز حالي واروح لبابا وماما، مرضى بدي ادير بالي عليهم. وانا مالك انت كل ما بقول اشي بتقولوا انا الزوج، الزوج، وحاسس اني طالع اوت، مش حاسس اني زوج. وبابا المريض وماما المريضة، مين بدي يدير بالهم عليهم؟ وبالوالدين احسانا ولا نسيت؟ ايوه احسن دواء للي ما بذوقش طعم النوم انه ينام، ولا انا غلطان؟ لا. وبناء على ما تقدم من تكريري وتاخر بتاخذي يما بشير. تسلموا. تحيا والدوم. بتاخذي معلكه على الفطور بتنامي، بتصحي على السحور، على السحور بتاخذي معلكه بتنامي، بتصحي ايمتى؟ على الفطور، على الفطور بتفطري بتاخذي معلكه بتنامي، بتصحي على السحور. يا سلام. هي هذا ودك تنيمها على طول؟ ايش اللي حاطه بالدواء يا زلمه؟ شو الدواء يا زلمه؟ هذا خلطه فيه اربع ادويه، اربعة مش واحد. اولا يشنشخ الواحد، يشرح الكلب، يهدئ الاعصاب، وبنيم عمره لما نام. من هو بده يدير باله علي يا ابو فهيك؟ انا. سلامة كنتك يا خالتي. خلصت يا ابو فهيك؟ خلصت، ما عاد العشر دنانير. ول عشرة مرة واحدة؟ يا زلمة انت مستكل التخصص. شايف؟ شو رايك نتخصص لنا بشغله؟ مثل ايش؟ يعني مثل الاشحاده، الطب العربي، الوصفات الطبيه الفارطه زي هالفارطات هدول، وخوف الله لنطلع ذهب. قص قص قص، بطلع روحك قبل ما تطلع ذهب. يلا نوصل خالتي بلا هبل. هبل؟ هذايا دواء للهبل. من اكثركم هبلا؟ حضرتك. يلا يا خالتي يلا. زين بس يوعك تسرح النوبة هذه، ترى واحنا جايين كنت ودك تدهورنا وانا بعدني بول عمري. يا خالتي هذا الرجل اللي قدامنا هو اللي بدي يدهورنا اكثر من السيارات. خذ زركة. زركة، براو عليك، وهي زركة. يلا يا خالتي يلا. قوموني. يلا. اسندوني. يا خالتي. سلام بك يا خالتي، سلام بك. قال أنا أهبل قال. مين أحسن؟ الواحد يكون أهبل ولا محندك وذكي؟ الواحد إذا باكي وكان محندك وذكي الناس بتحسده. يا عم الناس بدها الواحد يكون أهبل وعلى نياته وعلى باب الله. وبناء عليه أنا اتضح لي اني انا مريض بالعين، بس انا حذايا دواء للعين. اولى. شو الفايده من زواجنا اذا يا خلود؟ كم ظليت عندهم من اول؟ خلها عندهم على طول على طول. خلود طبعا مريضتي اهم من مريضينك، بيتي اولى من بيت ابوكي، انا جوزكي وهذا بيتك. نعم؟ كان ذكرتي من أول لما تجوزنا أنهم رايحين يظلوا لحالهم. حوح إن تجوزناك ولا تجوزنا أمك وأبوك. نعم؟ شو بتحكي أمك؟ أنا سمعاها شو بتحكي. اسمع، قول لأمك إني أنا أبوي وأمي أعز عندي من الدنيا كلها ومن الناس كلهم. يلا يا ميمتي على غرفتك ترتاحي بيها، قومي واخدك. آخ يا كتفي. كتفكي؟ بعلم انه قبل شوي راسك اللي بوجعكي. ها؟ راسي؟ أيوة أيوة أيوة. آه يا راسي. اسندني. يلا يلا. اسندني. آخ. آخ اسندني. لبيب ها انقطعنا متنا من الجوع.
أي أنا عارف، لا في عند خالتك فطور ولا عندنا سايب دار خالتك فطور. إذا النسوان مرضى اقرا على الأكل السلام. يا زلمة لا مرض ولا هم، بس هدول بتدلع. ماني عارف أنا عارف، بس وين بنروح هسير؟ يلا نمشي. يا أخوي وين بدنا نروح؟ يعني ضايل للمدفع ساعة، والمطاعم ما بتفتح إلا على الفطور. أقول لك المقاطيع شو بيسووا؟ بلافلفوا بالشوارع كم اللفة؟ ماشي؟ لا بسيارتي ابن خالتي. ايه ليك شو اعطاك المفتاح؟ ولا مش خذينا خالتي للي شو للي ابو 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 فايد. شو اسمه؟ فايد. تسلم، يلا بينا. بينا. سلامتك يا خالتي. سلامتك يا خالتو. معقولة؟ شو المعقولة بابا؟ خوف الله الأب ويادي بتعالج مستشفى بحاله. ايش قصدك رامز؟ صحيات على حساب حضرتك مريضة. مريضة ونص. والمريض بيصيح بصوت حياني هيك؟ ولا تسمع اتهاماتك وتسكت؟ مش حضرتك مريض بالإنفلونزا؟ بتهيأ لي انه طبط علي سخونة طبب بسببك. بسببي أنا؟ ولا الجسم غريب الأطوار، كتلة كتلة الكمبيوتر بصدر أوامر، امرض بمرض وبطيب بأوامر. أوامر مين عن تاني إلك؟ أوامر اللا شعور. هذا صاير دكتور نفساني حضرته. أنا قارئ عواطف وبعرف حضرتك لما بديت تشكي بتكتكات براس قلبك. أخ يا قلبي، بعديها أخ يا راسي، بعديها أخ يا جنبي، بعديها إنهاك عام. أنا عارف عواطف، حطيتيني مبلغ وقدره وأنت أفكيش إشي، تعطيني حتى أصدر عقلي لجسمي أوامر. امرض رامز فلوس أحسن لك. خلود. نعم ماما. سامع أبوكي عم بهلوس. يعني هلأ يا بابا أنت مش مفلوس؟ يعني مش إنفلونزا يمكن. ها ما هو يا بنتي الزوج بتعاطف مع زوجته يوم يمرض مثلها او متمرض كتلها. انا متمرضة رامز. متمرضة بدليل اني انا افيش اشي، قمت خلتيني اصير اقول اخوي كتلك كتلك. صار القلم يا بشير بالحبر صار، وبزازة في القرطاس يا مهجتي صار. صار القلم بالتنهدات الصغار، صار القلم والنوم من عين ولادي طار. وايش قصدك يا ميمتي؟ من عيونك عارفة انك قاعد تكتب لمعشوقك. يعني يا ميمتي وحدة جديدة يا ميمتي؟ يا ميمتي إن بعض الظن إثم. زين يا ميمتي اقرا لي وشو كتبت. تسمعيها بعدين يا ميمتي. بشير. نعم يا ميمتي. وين رايح يا ميمتي؟ يا ميمتي بدي أودي الرسالة لواحد صاحبي عشان يوصلها اليوم، وبكرة إن شاء الله نشوف جوابها. إي ماني فهمان عليك. بكرة إن شاء الله يا ميمتي بتفهمي. نسيت أنا مريضة. آخ يا راسي. آخ آخ. عوافي يا ميمتي. يعافيك يا ميمتي. يا ميمتي أنت شو قومك من الفراش؟ بعلمي أنك مريضة. صرت أحسن الحين يا ميمتي. وشو هذا؟ أكل من المطعم. إيه عليك يا أم بشير، عاد واجبي إني أنا اللي حضر لك الفطور. أقول يا ميمتي وإنت مريضة. تاني نوبة تجيب الأكل من المطعم، صدقني إنه حرام. وشو جرالكو يا ستات البيوت؟ يا ميمتي انت مريضة وخلود بتدير بالها على امها وابوها. وشو بتساوي يا ميمتي؟ هسا بتعرفي يا ميمتي. ودك حزازير رمضان؟ لا يا ميمتي.
أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل ونحن نجيب. السؤال الأول وردنا من الأخ المستمع بشير عين طا، يقول فيه: تزوجت زوجتي عن حب، وفي الآونة الأخيرة لاحظت أنها تريد أن توفر الحب والرعاية لوالديها اللذين يعيشان حالة من التمارض، حالة لاحظتها على والدتي أيضاً، إعياء وأوهام وضربات قلب وانعزال، الجميع سليم جسديا ومريض بالوهم. لا أريد أن أغضب زوجتي لأنني أحبها، ولا أريد أن أغضب أمي ولا عمي ولا عمتي لأنني أحبهم. أحتاج لزوجتي أن تكون في بيتها، ومع هذا لا أعترض على بقائها في بيت عمي لرعايته ورعاية عمتي. ماذا أفعل؟ الحائر العارف بالأمور، بشير. لا شك أن للوالدين حقا كبيرا، والله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين بحقه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. لكن حق الزوج أيضا كبير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها تدخل من أي أبواب الجنة كما شاءت، صدق رسول الله. والذي أنصح به الوالدين أن يكونا واقعيين، فلو أنهما أرادا أن تكون ابنتهما بجانبهما فلماذا زوجاها وهي الآن مسؤولة عن زوج وأسرة، ولهذه الأسرة حقوقها على الزوجة، فهي لم ترتكب محرما برعاية حق زوجها. هو أنا طبخت ونفخت مشان يقولوا إنه جوز عواطف ساعدها. لا رموز شكرا. سبحان الله، كيف التمارض بهد الحيل وبخرب بيوت. كان بدي يخرب بيتي أنا. بعرف بعرف يا بنتي، الله يسامح اللي كان السبب. يا جماعة الخير، وين شايشوا لبيب؟ بابا قلبت... أنت ما عزمتهم؟ شو بدي أقول لك، قلبت الدنيا فوقاني تحتاني عليهم ما لقيتهم. أنا بعتت ولد من أولاد الحارة عدار شايش يسأل عنه ما لقى، سألت جيران، الجيران قالوا له من يومين ما بين. لا لا يكون جرالهم إشي يا جماعة الخير. يا جماعة الخير، أنا سيارتي جديدة مش معاي ومش قادر أدور بلاها. إيه، مين بده يجينا على الفطور؟ عواطف. نعم رامي. أنت عزمتي حدا إشي؟ لا 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 لا، ما عزمت. رح شوف مين في الباب. اهلا شايش. اهلا وسهلا. تفضل يا بابا تفضل. اهلا وسهلا. اهلا شايش. شايش مال وجهك يا بابا؟ مالك اصفر مثل الكركم؟ علامك يا خاله. اول امبارح يا خالتي اخذت سياره بشير قبل الفطور بنص ساعه، واخذت معي لبيب ورحت اقصدر ونلف بالشوارع. كان الشارع فاضي، اسرعنا قطعنا الإشارة الضوئية ولا سيارة النجدة ورانا ويت 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 ويت، صفوا قدامنا ووقفونا. قلت للبيب سوي حالك مريض مشان أقول للشرطة إنه معي مريض وتوصلوا للمستشفى. لبيب نام على الكرسي، إجا الشرطي قال لي هات رخصك. قلت له أنا معي مريض وتوصلوا للمستشفى. الشرطي طلع محترم وكويس وصدقني وركب بالسيارة قدامي وفتح لي الطريق ووصلني للمستشفى، وقال لي إن شاء الله يا رب مريضك يشفى. وراح. لما راح الشرطي قلت للبيب قوم قوم. ولا لبيب مش لبيب، ولا لبيب وجهه اصفر ومريض ويده على صدره ونفسه مش قادر يلقطه. اولي مات لبيب؟ دخلناه على غرفة الانعاش. استغفر الله العظيم. ولا يزال في حالة خطرة جدا جدا.
قلبت عن جهد؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. لا اله الا الله. تفضلوا. تفضلوا يا جماعه، تفضلوا. تفضلوا يا جماعه.